بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انهينا حروف لغتنا العربية الجميلة ال 28 حرف وانهيناكنا هي والتناوين والحركات وحركات المد القصيرة وحروف المد الطويلة، هسه عندنا لوحة، عندنا لوحة، ثلاث لوحات، واحدة اثنين ثلاثة، ثلاث لوحات عندنا، هاي تشمل لنا جميع الحروف والمقاطع، حروف اللغة العربية ومقاطعها والتناوين وحركات المد القصيرة وحروف المد الطويلة. هسه افوض الامر يم مدير المدرسة، هو يقوم بكيف من الطلاب. يلا مشكور الله. من يقوم؟ لا سبب يقوم. قم بابا. صبقوله